متابعينا في كل مكان، متابعي موقع موقع بصراحه الاخباري، برحب بحضراتكم في لايف جديد. النهارده احنا موجودين مع اسره فارس. طبعا فارس الطفل اللي تم قبله ورمه في المسرح هنا في مدينه كفر الدوار ومحافظه البحيره. طبعا اسره فارس هتحكي لنا طبعا تفاصيل مقتله بعد تغيبه عدة ساعات. طبعا معنا ابو فارس، برحب بيك والبقاء لله. قال الله وحده. كلمني بقى واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل بالظبط كان فارس، طبعا انا جايب له تروسيكل فاهمني، بياكل عليه عيش في ريح دراسته كمساعدة معيشة، انت فاهم برضو الجو وفاهم الدنيا. ففارس طبعا كان في نفس الوقت ده في الدراسة بتاعته، تمام، عنده 3 دروس في اليوم كان بياخدهم من الساعة 8 لحد الساعة 11. عنده مثلا مدرسة فترة مسائية، هو كان بيروح المدرسة، بعد مدرسته كان ممكن يشتغل فاهمني، يعني الساعتين اللي هم قبل المغرب كان بيشتغلهم من السكة عندنا بره من الأسفلت لحد الطريق تحت. في الوقت ده فارس في اليوم اللي هو يوم الخميس، كان فارس طبعا انا متعود ان انا باجي من الشغل، انا شغال نجار مسلح، تمام، فباجي من الشغل حوالي الساعة 4:30 5 بكون في البيت. يعني ممكن اشوف فارس على السكة وانا جاي، ممكن ما اشوفهوش يكون هو في شغله وبتاع كده يعني. ففي الوقت ده انا وصلت البيت، كان عندي شغل، ما عنديش شغل، اديني قاعد في البيت، تمام. ففي الوقت ده جيت ام فارس، شفت فين فارس، شفت ليه، قالت لي لا ما شفتهوش من حوالي الظهر، كان هنا وحاجة زي كده يعني. ففي الوقت ده كان فارس يعني جه الوقت بتاعه اللي هو ميعاده اللي هو ما بيجيش فيه، المغرب جه وفارس كان موجود على طول المغرب، قبل المغرب يكون في البيت. فطبعا فارس في الوقت ده ما جاش، فبدانا اللي احنا ايه نتوتر ونقلق عليه. فجينا اللهم صل على النبي، اتعشيت، متعود اللي فارس يخش على سوات انا واتعشى، بيقدم في العشاء، هو بيجي ساعه العشاء، تمام. فارس اتعشيت وقمت، ووالدته شغاله على الباب رايحه جايه من بره لجوه، وهي ما رضتش تقعد تتعشى. فجت في الوقت ده انا خدت بعضي اتعشيت، كانت العمليه اتوترت معايا ومع سته ومع البيت كله، مع جيراننا، مع المنطقه اللي احنا قاعدين فيها تمن يعني. فاخدت مكنه فرداني، نزلت الموقف اللي هو بينزل يشتغل فيه، دور عليه في الموقف، ادور اسال عليه الناس، اسال عليه كده ده يقول لي، واتصل بكل زملات اللي هم شغالين معاه على السكه، مفيش فارس اللي شافه في حته بيقول لي عليها. يعني انا جبت معلومات اليوم كلها من التليفونات وانا قاعد او انا ماشي على السكه بنسال، وانا ماشي في السكه مستني فارس حد يرن عليا يقول لي فارس روح البيت، مفيش. انا ماشي ومتركز مع التليفون، اللي حد يقول لي فارس بيرن عليك وصل بيت حد كده، مفيش. نزلت الموقف تحت، رديت تاني برضك مفيش. خدت بعضي طلعت لحد جيت، انا مرضيش اقف عند بيتنا، خدت بعضي طلعت على مركز كفر الدوار عندنا، ورحت عشان خاطر ابص على فارس يكون عطلان في السكه. لقيت الضابط واقف تحت المرور، سالته على شخص زي فارس جه ومثلا خدته منه وقفته وكده، قال لي يا ابني احنا مبطلين شغل من الساعه 4 وما اشتغلناش، وبرضك المواصفات اللي انت بتقول عليها دي ما جاتش قدام مننا. فطبعا اخدت بعضي رجعت من الجنب التاني السريع المروح بتاعنا، قلت يمكن يكون واقف في الطريق بيمو من بنزينه، اي سبب من الاسباب يعني، بدي لنفسي وملات ياما اللي انا ممكن الاقيه قدام مني، او حد يرن علي يقول لي فارس روح او فارس جه، تمام. المهم في الوقت ده انا كنت وصلت على الدخل عندنا بره، لقيت القريه بتاعتنا تمن بالخط بتاعنا واقف بره، كله بيدور، كله بيسال على فارس، طب ازاي فارس ما روحش لحد لهذا الوقت ده، فارس احنا شايفينه اخر مره. فجي طبعا استسمحوا الراجل اللي هو بتاع الكاميرات اللي بره، الحاج رهيب الشافعي بتاع معرض النابوليا، يروح يجيب الكاميرا، ان هي بيته وكاميرته يعني محدده الموقف بتاع الدخول والطلوع. راجل مشكورا جه من بيته فتح لنا، وفعلا بالفعل بصينا على الكاميرات لقينا كان اخر شخص اللي هو كان مع فارس هو ده اللي عمل الجريمه مع فارس. ففي الوقت ده انا صراحه مش مستوعب اللي هو يعمل كده.
فاحد الزملاء اتصلوا بيه واتصلوا بالجماعه واللي راح له البيت والكلام من ده، قال هو اخر مكان اخدني نزلني في الحته الفلانيه وانا خدت بعضي ومشيت وهو مشى. أبي ازاي ومش كان معاك وكلام ده؟ قال لهم لا ده هو نزلني عند محطة البيضة وأخد بعضه ومشي. تمام، لا مش تمام، الولا ما جاش، الولا كان معاك، لا أنا ما أعرفش حاجة عنه. بدل اللي هو يرد إيه رد مش كويس، مرة يقفل التليفون. فمعلش هو ده أملنا اللي قدام مننا، أنت آخر واحد شايفينه وما نزلش تاني ما رجعش. فطبعا في الوقت ده إحنا يعني جلجنا. رديت جماعه قالوا لي روح مستشفى الشمل، احنا كنا شايفينه نزل ما طلع بيجري على السريع بالمكنه ومعاه ناس راكبه معاه، كل راح المستشفى بيهم معاه حاله ولا بتاع كده يعني. رحت المستشفى دورت في المستشفى ما لقيتش حاجه، طلعت على الميكانيكيه اللي انا اعرفهم كلك اللي انا بتعامل معاهم واللي انا ما بتعاملش معاهم، واتعاملت على الطرق بحالها اللي انا في مركز كفر الدوار. انا مش انا بس، انا ومش كل اللي عندنا في القريه، اللي جنبنا واللي مش جنبنا واللي بره واللي جوه، كلها كانت هي واحد. انا اللي كنت مش انا كنت بدور لوحدي، الدنيا بحالها كانت بتدور معايا. فطبعا في الوقت ده مفيش، عدى كل الاوجات اللي فارس يعني ممكن ايه ما يجيهاش خالص. احتمالات كتيرة قدام، حطيت احتمالات كتيرة وبرضك ما كانش فيه خبر كويس عليه الصراحة، ما كانش فيه خبر كويس خالص. ففي الوقت ده انا مش عارف اتعامل ازاي ومش عارف اتصرف ازاي. فاحد طبعا شيخ البلد عندنا الحاج محمد عبد الله والشيخ محمد ابن عمي اللي كان موجود معانا من شوية، واخدنا وطلعنا على المركز. كان هو شيخ البلد اتصل بالضابط محمود القاسم، وصراحة قام بالواجب بزيادة. قبل ما نروح هناك كانت الحملة مقابلنا على الباب، وطبعا المحضر كان الناس قالت ما بتنفعش محضر غير بعد 24 ساعة تغيبي. فطبعا احنا لما رحنا هناك لقينا الحملة فعلا بالفعل مقابلنا، الباشا محمود القاسم لقيناه منزل حملة مقابلنا وخدت اسم الشخص اللي هو كان مع فارس. وفي الوقت ده كانوا هم قاموا بالواجب وبيدوروا عليه وطلعوا يدوروا عليه في بيته وعلى السكة الكلام ده. فطبعا طلعنا الباشا محمود القاسم، خدنا بعضنا طلعنا. الصراحة الراجل استوبنا وقابلنا مقابلة كويسة ومتجلجوش، وعن ايه يعني حب يطمنا بزيادة عن اللزوم، فاهمني؟ احنا الصراحة انا الصراحة اطمنت لما انا اتكلمت معاه وهو اتكلم معاه وخدت اقوال فأقوال عن الشخص ده وعن فارس. تمام، وبدأ الراجل بيقوم بواجبه يعني بتخيل جامد. فسابنا نكمله مع المحضر مع من الشرطة، ونزل بنفسه بحملة تانية ويدور برضك على نفس الشخص ده هو فارس. جابوا المتهم في نفس الفيلم يعني ما كملش ساعتين وجاب المتهم. بس المتهم ده لما هو راح جابه كان هو خلص الجريمه مع فارس، ما كملش ساعة الزمن وجه البيت عندهم غير هدومه. وبعد ما جه غير هدومه خد بعضه تاني، كان راكب الموتوسيكل في حته بعيد عن هنا، وخد بعضه تمام وراح اخد موتوسيكل بقى في اسكندريه عند واحد بيتعامل معاه في الحاجات المسروقه ديت والكلام من ده، اسمه احمد بقى الكلام اللي انا سمحته عنه. طيب هو كام سنه الشخص ده؟ الشخص ده من 30 ل 35، من 30 ل 35 يعني شاب حلو، مش شاب مش صغير، شاب يصرف على احسن بيت ويشتغل احسن من اي حد. تقول لي متجوز ومعاه عيال؟ متجوز ولسه ربنا كرمه في كفله، ويعني حياته كانت حلوه مش بس هو كان ليه سوابق، وانا كنت محذر فارس منه عشان لما هو اتمسك بتروسيكل شبه بتاعنا بخرده وكلام من ده وحاجات مسروقه واتحبس في الفترة ديت، كنت انا منبه على فارس جامد اللي يقطع صلته بيه اطلاقا. ده ممكن في وقت من الاوقات يسرق حاجة وانت ما تعرفهاش، يقول لك تعالى حملها يا فارس نوديها الحتة الفلانية، وانت تتمسك هتتاخد انت والمكنة، وانا ممكن اتاخد. هو يقول لك انا بريء من الحاجة ديت، انا ما اعرفوش، انا راكب معانا من على السكة، ابسط كلمة ممكن يقولها. المكنة هي اللي فيها السرقة بتاعتنا احنا يا ابني، وابعد عنه وكلام من ده. بالفعل فارس بدل اللي هو يبعد، بس الثاني كان مسيطر بطريقه رهيبه على فارس. فارس كان بيحبه جامد، ان هو كان فارس يعني يطلع بالدور، يجي ما يجي قبل ما يحمل يقعد وقته كله معاه،
يشرب شاي، ياكل عنده، يعمل عنده، كان في فترة ممكن ياكل في البيت في الفترة اللي هو شغال فيها. هو كان موجود على الخط اللي هو خط من ابيس من فوق، اللي هو موجود احنا خطنا، احنا خط المراعوة، المراعوة اه قرية المراعوة، قرية المراعوة خطنا احنا موقفنا من اوله كده من السريع اللي تحت كده المراعوة، قرية المراعوة ده اول خط، بداية الخط عندنا اللي هو شغال بقى. اللي كان شغال عليه فارس، اللي كان شغال عليه فارس اه، هو كان واقف بقى المشوار يعني الطريق ده امان، الطريق ده امان والدنيا بحالها عارفاه من السريع من بره، مش عايز اقول لك بره السريع الناس عارفانا، بس هو انا بقول لك فارس عشان هو الوحيد الشخص اللي كان شاب في وسطهم فاهمني، وكله اه الوحيد وكان كله بيحبه وكل اصحابه، ولو فارس عمل حاجه غلط اصحابه يتصلوا بيه اللي هم مثلا من دوري، من دور جده كانوا يتصلوا بيه، خلي بالك فارس عمل غلط، وانا اقول له خلي بالك وصلنا 1 2 3 وانبه عليه، وفعلا كان بالفعل يقول لي حاضر يا بابا وبتاع مش هعمل كده تاني وخلاص. احنا لما سالنا عن فارس، فارس يعني طفل جميل محبوب هنا من اهله، محبوب جامد، لا محبوب من ناحيه محبوب راجل، لا من ناحيه لا من ناحيه محبوب، فارس كان محبوب، والناس الدنيا في حالها تقول لك فارس ده مش فارس، وكان بيحب فارس لدرجه لما فضلوا فارس الجن، يعني بيتعامل ما بيتعاملش بشخص طفل، دماغه فوق الخيال، دماغه حلوه خالص، دماغه مش عايز اقول لك يعني انا ما اقعد معاه كده عشان افهم اللي في دماغه صعب، اللي هو على الطفل ده وعلى السن ده، فانا هو بيقدر يشجعني في حاجات ياما انا اقول له عليها، تفكيره اللي هو اكبر منه اه تفكيره اكبر منه بكتير، تفكيره اكبر منه بكتير، وبدل انا بقيت معتمد عليه في حاجات ياما ممكن طبعًا. انا بطلع طبعا انا راجل شغال نجار مسلح، في اوقات مبقاش عندي شغل، اطلع يا فارس اشتغل بتاعه، هو بيطلع مع نفسه عارف شغله وعارف دراسته، يطلع من دراسته كان هيجي يفطر مع والدته، كان هيجي عايز يغسل يغير يصلي ياخد بعضه ويمشي، وانا كان شاطر في المدرسه يعني برضك عشان خاطر برضك احنا عندنا المدرسه مهدوده بقالها فتره ماشي 3 سنين وكلام من ده، فبرضك كان كلها على الدروس، كل شغله على الدروس، فارس بياخد كله كل يعني كل ماده لوحدها بياخد لها درس، كل ماده بفلوس يعني مش فارس ما كفوش 700 800 جنيه كل شهر دروس. طيب عايز يعني طلب اخير بقى، بتطلب فضل. ايه من نعم بتطلب ايه؟ انا بطلب الصراحه، هو الباشا محمود القاسم موعدني باول جلسه قصاص، قصاص القصاص، عايز القصاص لحق فارس، هو اللي انا بقول لحضرتك الاستاذ الباشا محمود القاسم وعدني اللي هو في اول جلسه هياخد شهادام فورا، فده اللي انا طالبه من حضرته، اللي هو فعلا بالفعل ما قصرش معانا، وصراحه هو قام بالواجب، هو ورجال الشرطه ورئيس المباحث بالفعل قام بالواجب بحاجة حلوة، يعني مش عاوز اقول لك بعد كده ما فيش، يعني بشكرك والبقاء لله، بقاء الله معايا طبعا يعني ست فارس. عايزك بقى تقولي لي كلمه كده. عايز اقول حسب الله ونعم الوكيل في اللي اذى فارس واذى ابني واذى مرات ابني، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل اللي اذى ابني، بتطالب بإعدامه فورا فورا عشان ما ناذيش حد ولا يلي ناسه، حسب الله ونعم الوكيل، وعوضنا على الله في ابننا، عوضنا عليك يا رب. طبعا هم زي ما احنا شايفين كده يعني حاله صعبه جدا، حاله انهيار، بتطلب بايه يا ام؟ عايزه حق ابني بس، انا مش عايزه اي حاجه من الدنيا كلها غير ان حق ابني فارس يجي اشوفه كده بعيني وهم بيشنقوه، عشان النار اللي في قلبي، النار اللي في قلبي اللي محدش حاسس بيها تبرد، عشان النار اللي في قلبي على غلاوة فارس تبرد شوية، مش عايزة غير ان انا اشوفه اتعلم قدامي زبوا ايه، طفل زي دي زبوا ايه، زبوا ايه يعمل فيك كده؟ حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، في اللي اذى ابننا واذى عيال منهم لله، حسب الله ونعم الوكيل فيه، مش عايزين ناخد ذنب حد بحاجه. متابعينا الكرام، متابعينكم بصراحه بشكركم لحسن المتابعه والمشاهده، شكرا. لو ما تظلمهوش عشان ابننا في ضيقه، مش عايزين نظلمه حال عشان ابننا تفكر.